الله الله طبعا كذا انا جو... العيد وهن يلا صلي صلي يلا وصلنا الصالون بجي استشفر شعري وكذا بنات هنا مروقة تخيلوا في واحدة اسمها سارة البلوشي سوت لي شعري اكيد تعرفوها انا بقول لكم في الفقات اسمها انه هي تستشور لي شعري بنات استشوارها يجنن يجنن اوثق في شغل ثقة عمياء ثقة عمياء رب والله اني احبها احبها مرة مرة عسل يا بنات اي واحدة بتستشور تجي هنا عند سارة البلوشي على ضمانتي طبعا كلنا خلصنا نستنى بس تجي سارة ونرجع بيتنا استمر استمر والله والله حلو الجو والله راسي كبير من المكر والله الجو حلو والله شوف العبايب تتفسخ يعني نستدعى كلنا كل عام وانتم بخير ايش هذا كل لا 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 اجانا العيد وهن Let's get ready together استنوا عشان نشغل انا محمل ساوندات هنا كثير يلا جاهزين اوكي جايز انا وجهي ما اعرف ليش مزيت بس انا بجهز بسرعه اسرع شيء في العالم انتي بسكوت انتي قطه توريطه في زنقه ال ليترلي في زنقه الكلاب احنا على اساس ايش انه خلاص نرجع بيت بعد الصالون نتجهز كذا على روقان بلبس بيجامة العيد بدخل اخذ دش احط ماسك فجأة كذا الاوضاع كلها تغيرت بنات بابا قال فجأة لا حنروح دحين في الليل عند اهله وفي الصباح نروح عند اهل ماما احنا عندنا كذا اشياء غريبة لازم تصير كل عيد شو اصلا لابسة عدستين مختلفة ترى لو تلاحظوا التاري المكتوب يا عشان تعرفوا انه العلاقة بيني وبينكم جدا قوية اجانا العيد الله على الفرحة تشتت كل امانينا جهزوا وجيكم كذا شنو فيه يا جديد وجياك عندي يوم جياك عندي يوم انا احس ان حندم على كل شيء خلاص افضل انا اوقف التصوير الى هنا ستوب لهني ستوب لهني ستوب الحين فقرة العبايات اصعب فقرة في العالم بس اتوقع اني بلبس عباية الرواس اللي اشتريتها هذيك البرتقالية بحط لكم صورتها في اللبس احسها يعني تناسب صباح العيد ما ادري ليش فخلاص البسها جايز فرحانة مرة مرة حلوة بنات مرة أحب الورد أحب الورد تشم الورد وانت الورد من خدام مايكبي مدري ليش مو باين بس إنه أنا دحين النفسية جدا فل عشان الورد طبعا كذا أنا جاهزة حبيت السمع أنا كذا أنا جاهزة فأول وجهة دحين حنروح على بيت جدي دحين الساعة 11 زي كذا فبروح بيت جدي أول شيء بعدين على الساعة 3 زي كذا بنروح على بيت ستي اللي هي أم ماما اللي هو أبو ماما أبو ماما مرة لخبطة ترى حرفيا إحنا كل عيد نتهاوش على مين يروح بعدين خلاص نسوي ميكس كذا وكذا بس أنا هذا السنة راح أصلي العيد مع أهل ماما وبنسوي فعاليات وجبنا حلويات أشياء وكل شيء وبنوزع أنا كنت مخططة على ميك اب ميك اب بعدين بالغلط سويت ميك اب خفيف بس إنه حلو يعني الحمد لله خلاص بعدين كذا على الصباح بضبط كذا شوية ويلا على بيت جدي عمو تعال 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 يا العيد يا العيد اعطيه اعطيه واحده ثانيه شو لكم مسويين ضيوف كذا احنا ضيوف احنا اعطيهم واحده جا العيد يلا جا العيد كيف حالك كل سنه وانت طيب هلا ايش طعم هذه كرم بعد الكشخه هذه كلها يبغى ينام
كرم لا تنام. الله كرم نام. شوفوا كيف راسه من الطاقي. نعم نعم نعم. شاورما جيعانين كلنا عن جدي فطلبنا شاورما. هي محمد وين؟ يلا. اوكي. روز تعال امسك المصعد لا يتقفل على علي. مسكي. يلا الشاورما هاتي مي جد انا البنت الوحيده انا البنت الوحيده 100 ما في جيب هيا يا جد هيا كذا اول عيديه ناخذها من جد صدقه 100 ريال كذا خلصنا من العيد الاول دحين رايحين بيت ستي يلا بيت ستي فلوق رغم الظروف فلوق رغم الظروف والله انه فيني نكد الله شوف ايش ركبوا في بيتنا بيتنا على اساس اني مسويه اخوي معه الماما بيتنا تعالي هنا ايش ماما تعالي تعال وحشتني جوجو واي ايوه عطا ارقص يلا ارقص تعال انا حجز اجري وراك سيبه حرام عليك خلي الولد لحاله سيب الولد انتظار ايش شوفوا طبعا هذه سارق عبايتي الله ايش الحركات هذه الله الله خلوا هاني الله 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 يسعدك شكرا حبيبي وانت بخير يا قلبي كل عام تم يلا ارقص ارقص يلا عيد عطا 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 ايوه خير قال ارفع صوتك مش مستحيا اتكلم ليلى كل عام وانت كم عام وانت بخير حمود حبيبي حمود قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم استنى ايش العيديه عادات وتقاليد هنا عيديات خالة مين؟ خالة غدور هنا عيديات خالة أفنان والله صراحة كشوخي هنا عيديات خالة دعاء وهذه عيديات المذر عيديات ماما خالنا الصغير بيعيدنا الله 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 الله, الله خالنا صار يعيد بيكمز ماني 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 الله عيديتي عيديتي لا جيت الله شكرا الله يسعدك جد هنا ستي الله يسعدك تعال يا مام تعال عيدية فلوس شوف انا كم جمعت انت ما جمعت شيء لا ما جمعت شيء مرحب انت اللي تقلدني اصلا يلا نروح لا تجي يلا اسمع خليك بس تروح بالكوفيه تزعيله يلا هنتاخر يلا نرجع يلا الله ناس اللي في البيت يجي بسرعه عشان احنا نجي يلا يلا ليتس جو يلا اتس تايم تو صلاة العيد حلاوتنا لين دحين ما ماتت الحمد لله خلينا نصرع
ترى انبسطوا بزورها هسه هو مرجع. ايوه حسوا فعاليات ما ادري بنموت استغفر الله. صوت المشهد شوفيني المرايه ايش تدق فيني. الله اكبر الله الله صوت الصوت. هاتي هاتي يلا تعال يلا نسكر. يلا وزعوا الناس يلا يلا اعطوا هذولا. يا حرمية تعالي تعالي قفطها تاخذ من الناس تعالي. نبغى نحاول نطلع خالي فينو. الله اسمعوا والله كنا مدرسة ايش من كذا حرام. يلا صلي صلي يلا. ايوه شاطر شاطر والله كفو كفو. يلا صلي انت كمان صلي يلا. الله يلا اسلمش شوي اسلمش. ايش شوف النار والله الجو مره رهيب كذا وكثر. خلصنا صلاة قاعدين نستنى خالي يجي. قادرة اتحمل. الله 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 ايش الكشخة. ايدين ومن الف طبعا دوبي قمت من غيبوبة العيد حرفيا صوتي مفقع. بس خلاص قالوا لي صحوني اهلي وقالوا بنروح نعيد على الناس ولازم اقوم اتجهز اسرع شيء في العالم انه مرة الوقت متأخر. ف ما احس اني اخذت راحتي في النوم ابدا ابدا يعني ما احس انها غيبوبة غيبوبة من جد يعني. بس خلاص خليني اقوم خلاص جهزت لبسي اللي بلبسه الميك اب ماني عارفه ايش اسوي. هل اسوي لوك يعني كذا احط ايلانر ازرق وشيا ولا اسوي لوك عادي ماني عارفه ابدا. بس خلاص هذا اللبس اللي بلبسه. والله دحين بتجهز لانه مره ما في وقت ما في وقت ما في وقت ما في وقت. رب الجو الجو رهيب رهيب يا جماعة بشكل ما ادري كذا فجأة قلب كذا في الليل الجو يكون رهيب. احنا جينا بيت خالف نان. حد قفل ما تقفل. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. قفل موسي تبين الرعب. الله 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 الله. نان مشغلت لنا شيلات. ايوه كل عام وانتم بخير. ماما تاخذ لي واحده تقول لي كليها خير. يقولوا عندي له هم عندهم لي لعبه. يلا شوف دخلي يدك وخرجي لو طلع لك اي حاجه خلص خرجي بسرعه خرجي والله تخاري سرعة. اوكي حلوه حلوه والله. مين سوى الفكره هذه؟ عمه. شكرا يا عمه. عمه دودي شكرا عمه دودي. عمتهم هديات العيد. الله 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 ايش الكشخة هاي. الله 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 ايش الحركات هذه. عاتر فيني سويتيها ولا اشتريتيها؟ والله انا سويتها. متأكدة؟ متأكدة؟ بنات شوكولاتات خارج وقت تجنننا حبه حبه. تخيل هذه كلها هي مسويتها صح ولا لا؟ انا ساعدتها. متأكدة انك ساعدتيها؟ شوف احس اللي قلبك فاضي. قلبك فاضي. يلا خلاص شكرا خلاص ان رجلي بتكسر من الكعب.